هؤلاء أيها الإخوة مشكلتهم ليس في أنهم لا يقرؤون إلا قليلا. يظن بعض الناس كذا أنه لو قرأ أكثر، لو قرأ في الكتاب والسنة والأحاديث والشروح والأئمة وفلان وعلان يصبح أحسن. لا والله، أنا أقول لكم لا لا لا، هذا يشكل شيئا بسيطا من المشكلة، يشكل لكن جزءا بسيطا يسيرا منها. المشكلة ليست في قراءتهم على المستوى الكمي، المشكلة في أنهم لا يقرؤون خارج المقرر. أنا مش لازم برضو أكتفي بكلام أيها الإخوة هتافيات فتتحول لغة لغة خشبية دون أن أقدم بعض الحل، رائحة حل. هذا عندي حل، وحل قوي جدا جدا ومجرب، على الأقل أنا جربته وأجربه وغيري جربه وينجح، يشتغل هذا الحل، يشتغل هذا الحل، يشتغل فعال. ما هو أيها الإخوة؟ ينبغي أن تقرأ خارج المقرر، مش مقرر للمدرسة، مش مقرر الكلية، مقرر المجتمع، مقرر المذهب، مقرر الطائفة. هتقول لي آه يعني معناها أنا إيه كشيعي لازم أقرأ للسني، وسني أقرأ للشيعي وأقرأ لباطي، مش هيك بس، لا لا لا، ومسلم تقرأ لغير المسلم انتبه، وشرقي تقرأ للغربي وغربي يقرأ للشرقي. حاول، نحن البشر، نحن الإنسان، نحن بنو آدم كلنا، مش نصنا بنو الشياطين ونصنا إيه بنو آدم. لا لا يا رجل، اقرأ لأخيك الإنسان، ستجد الرائع والمعجب والمفيد والمطرب والجميل والبناء والإيجابي في كثير من أفكار إيه؟ إخوانك أبناء آدم أبناء الإنسان. ستتعلم هناك عبقريات كثيرة لا تدور في دائرتك، لا تدور ضمن إيه؟ مطيافك الطائفي أو المذهبي أو العرقي أو اللغوي، لا، ضمن عوالم ثقافية أخرى، ضمن أفكار أخرى. اقرأ، اقرأ الآخرين، حاول. طبعاً اعتصم في نهاية المطاف، أنت تعتصم بما لديك، هذا ما يعطيك المحددات الأولى لهويتك. أهل وسهلاً، ما عندي مشكلة، ولكن بعد ذلك أنت سترتقي من أن تكون المتدين الخاضع السالب السلبي إلى المتدين الواعي الناقد، تعرف ماذا تأخذ وماذا تترك. مشكلة كل الأديان، والإسلام ليس بدعاً منها وليس استثناءً، أنها تلتاث وتلوث، تلتاث وتلوث أيها الإخوة بلوثات شركية وثنية تصنيمية. هتقول له كيف؟ وين هذا؟ إيه؟ كل الأديان، كل الأديان، كل المتدينين. الدين الإلهي الحق، وأنا أتحدث بمنطق توحيدي، دين لا إله إلا الله، سموه الأديان التوحيدية، ولك حتى النصرانية دين توحيدي. إيه كويس، يهودية دين توحيدي والنصرانية والإسلام، لكن الإسلام هو الأصفى توحيداً. صورة الإله فيه هي الأكثر كمالاً والأكثر روعة والأكثر نقاءً وفرادها. ما عندنا لا ثالوث ولا ربوع، عندنا إله واحد أحد لا إله إلا هو. قل هو الله أحد، واحد أحد لا إله إلا هو، أبداً. تنزيه على جميع المستويات، على المستوى العددي الوجودي وعلى المستوى التركيبي البنائي، أحد، واحدية وأحدية، هذا هو الإسلام العظيم. طيب، في الأديان التوحيدية، الدين التوحيدي الحق ينزع إلى ماذا؟ أنا أقول لكم، ينزع إلى نزع القداسة عن كل المقدسات والمقدسين الزائفة والزائفين. وفي الحقيقة لا مقدس إلا الله وحده لا إله له، كلمة مقدس يعني الحقيقية. لذلك القدوس من أسماء الله ومن أسماء الأولياء؟ لا، من أسماء الله. اسم الله ولا يشركوا فيه الأنبياء؟ لا لا لا، ما في، هذا كلام فارغ. لكن عند النصارى وعند المسلمين وعند اليهود المقدس فلان الفلاني، اي مقدس ايه؟ واحد يقول لي مجاز، نقبله ونعرف انك تريد المجاز، لان القدسيه ايها الاخوه فرع ولازم الكمال المطلق، لا كمال مطلقا الا لخالق الكمال والجمال والجلال، لا اله الا هو. الله هو الكمال المطلق من كل وجه، لا يعتريه ولا يقبل النقص اصلا، لذلك هو القدوس، هو القدوس. لكن الأديان لا ترضى بهذا، الله بعيد 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 ومقدس، نريد شيئا قريبا نتشبث به، نتلهى به، نلعب عليه. فليقدس هذا الشخص إذن باسم أنه ولي، ثم لتقدس السلالة الأبناء والبنات يعني لتقدس البقعة التي دفن فيها، يقدس المزار، المقام الذي أقيم لإحياء ذكراه، وليس ثمة وليس مدفون حتى هناك، هذا مقام، مقامات، لو قبر واحد ومئة مقام كلها مقدسة. فبقاع قدست، ومزارات أيها الإخوة، وأشجار قدست، وأزمان وأحوال وأحداث، وأشخاص قدست. شيء غريب جدا، شيء غريب جدا، نزعة شركية هذه.
تعمل في الخط المقابل لخط الدين التوحيدي، لخط الدين التوحيدي. فالحق ينبغي أن يكون واحداً، والمقدس واحد لا إله إلا هو. لكن انتبهوا، في مستويات أكثر تدهوراً وتورطاً وتوريطاً أيها الإخوة، أكثر تدلياً وتدنياً وهبوطاً، نرى أن العلماء أمثالنا، علماء يعني مفكرين وكتاب وناس غلابة على باب الله، أصبحوا مقدسين. مش نظرياً، عملياً. نظرياً لا يقول هو وليس معصوماً، هو يا أخي هو عالم، بس يا رجل أنت واضح أنك تدافع عن أفكاري وآرائي وكتاباتي كأنه مقدس. بالعكس، واضح أنك لا تخضع للقرآن الصريح بمقدار ما تخضع لفهم هذا الرجل. القرآن واضح، عندك 100 آية، 100 آية تقول كذا وكذا. قال لك لا، شيخنا فلان فهمها أنه كل هذه الآيات معناها بمعنى آية واحدة مثلا. يا رجل كيف هذا؟ إيش دخل شيخك؟ شيخك يهدم القرآن؟ يهدم المعمار القرآني كله لأجل فهمه السقيم؟ هذا فهم سقيم، هذا فهم قد يكون أثراً لحروب طائفية، لحروب دينية، لحروب حدودية، لصراع مذهبي لا أدري أيها الإخوة، لضيق معرفي، ضيق دائرته المعرفية، لروح العصر التي ألهمته ومتح من معينها. ما شر هذا؟ لا 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 لا،